مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في هذه الحلقه من برنامجكم قصه الناس اللي كتابعوه على قناه ميدي ان تي في كنرحب بالجمهور اللي معايا داخل البلاطو كنرحب ايضا بالاستاذ عادل عبادي مدرب التنميه الذاتيه اللي غادي في هذه الحلقه والناس اللي قبلوا الدعوه ديال البرنامج وجاو البلاطو ديال قصه الناس باش يشاركونا التجربه والقصه ديالهم وهما اللي ما كيقدروش يلتزموا بزاف مجالات الحياه ما كنقدرش على الالتزام موضوعنا اليوم في قصه الناس مرحبا بك هشام ماجد وحميد مرحبا بكم في قصه الناس شكرا على تلبيهكم الرغبه ديال البرنامج قبل ما نبدا معك هشام نسولك شنو شو الحاجات اللي ما كتقدرش انت تلتزم فيها ولا اونجاج فيها ولا تمشي فيها بعيد نسول هشام العبادي على المفهوم ديال الالتزام واش هو نعطيو راسنا لواحد الحاجه 100% نكونوا حاضرين في الخدمه 100% نكونوا حاضرين في علاقه زوجيه 100% هذا هو الالتزام او لا عنده تعريفات ولا شي حاجه واحده اخرى نعم ملي كنقولوا الالتزام كنتحدثوا على ان الانسان كيكون كي عنده واحد الهدف معين وكيسعى من اجل التحقيق ديالو غير ان الانسان واش ملتزم في هذا المجال ولا في هذا المجال <applause> فكيبقى كيوزع ما بين الذات ديالو ولكن الالتزام هو راه معانا حنا كناس او كانسان بشكل عام حنا راه حنا ملتزمين علاش لاننا حنا كائنات اجتماعيه بالطبع وبالتالي باش نكون كنعيش مع ناس في نفس المجتمع لابد ان يكون عندي التزامات معينه ممكن تكون التزامات عائليه التزامات زوجيه التزامات في العمل التزامات في العمل التطوعي وبالتالي فالانسان بشكل عام فهو واخا يقول لي انا ما ملتزمش ولكن راه كاين حوايج اخرى راه ملتزم بها ممكن يكون واعي ولا غير واعي ولكن احنا راه ملتزمين بامور تقدر تكون ايجابيه وتقدر تكون سلبيه غير نعم. واش هو كيركز على العمل اللي بغى يوصل ليه ولا ما كيركزش عليه وبالتالي نعم. فالالتزام هو كاين معنا نعم واخا شكرا لك سي عادل العبادي أه هشام نبدا معك القصه ديالك انت من الشباب اللي ما عندكش مع خدمه الوظيفه تدخل في التسعود تخرج في اربعه ونص البيرو هذه المسائل عاود لي على يعني هذا الشيء اللي ما ما باغيش تكون واحد النهار انت موظف مثلا في شي في شي اداره عموميه ولا شي حاجه ما ما تقدرش تلتزم في الوظيفه ديالك. السلام عليكم الله. عليكم السلام شكرا على الاستضافه مرحبا يا انا من صغري يعني عشت في النمط اللي عشت فيه شفت الاب ديالي كيفاش في الوظيفه العموميه <متده> يعني الوقت ديالو ما كيكونش عنده الوقت ديالو ما كيجلسش معنا بزاف يعني اوقات ديال شنو الخدمه كان الوالد ديالك؟ كان موظف موظف زعما شنو في التعليم في التعليم في التعليم, اه يعني ما كانش بتاتا حتى الوقت ديالو ما كيستغلوش العطار ما كنسافروش فحال الناس يعني <متده> كبرت ديك الفكره اني طلعت معايا من صغري مم. ما نقدرش نكون ملتزم يعني ندخل مع كمية الوظيفه نخرج حتى الربعه ونص ولا ثلاثه ونص ما نقدرش يعني تعرضوا عليا وظائف بزاف واخترت اني ندير وظيفه لراسي أني <applause> يعني كنشتغل دابا حارس في مؤسسه خاصه <applause> يعني كنخدم على <applause> القناه ديالي باترون ديال راسي يعني كنخدم يعني ما تكونش انت تحت ديال شي حد فوالا كنحكم على راسي ما يكونش حيت فاش كنهضروا على الوظيفه بشكل عام مي. يعني كاين رئيس كاين توقيت كاين سلاليم كاين بزاف ديال الاداره شي انا راسي مثلا شي رافضو انت وي انا رافضو يعني مثلا انا الوظيفه اللي اخترت كنخدم الصباح نخدم العشيه اللي بغيت نقدر ما نجيش كاع يعني حتى الصالير حتى الصالير كيحكم يعني كتشوف داك الشيء محدود الصالير ماشي شي صالير عالي في الوظيفه العموميه اما الوظيفه م -م. الخاصه كنختار راسي كان الصالير كنتحكم فيه انا إيه. خدمتي تشد بزاف ما خدمتيش خدمتي راك ما كاين والو حتى التلاميذ اللي كنجيب للمؤسسه لا مراجعه لا لا بالنسبه للتلاميذ اللي كيدرسوا تما يعني م كل حاجه كنخد عليها اذا انا اللي كنتحكم حتى في الصالير ديالي إيه ما يتحكم يعني تحكم فيك حد فوالا عطل كنخد العطل كيف ما بغيت العطله ديال شهرين ديال الصيف حتى انا كناخذها في حالي عندي من الحق فيها كنسافر يعني هادشي هو اللي المهم انت ما تعاودش التجربه ديال باك لا. ديال تدخل في 9 ولا في 8 ونص وتخرج في 4 ونص دابا في التوقيت دابا اللي كاين 8 ونص ونص وكاين الاثنين كاين الثلاث كاين ما يمكنلكش تحمل هذا النوع ديال الحياه ما, ما, نقدرش ما نقدرش اني ندخل من الخدمه نقدر من نمشي في حالي اه <تفق> كتجيك <تفق> حالي ما نقدرش نجلس يعني هذه ما, ما... بيرو آه. مع الناس وتدير شي ورقه آه. قلت لك آه. نقدر أن آه. نكون جالس غير 8 ل 10 نبغي نمشي في حالي خصني نمشي في حالي صافي خصني نمشي خصني نمشي نعم. يعني هذه الخدمه دي نقدر نمشي فيها ما عنديش مشكل مم. يعني واخا ما خدمتش يعني لي بروسونطاج ديالي في التلاميذ اللي كاين في المؤسسه خدامه يعني شهريا غناخذ هذيك ما عنديش مشكل مم. يعني حتى المؤسسه ما تقدرش تخلى عليا لحقاش درت بلاصتي يعني, يعني تقريبا نص ديال التلاميذ ديال المؤسسه ديالي اذا انت كتدخل مزيان حر ما يبلاني عليك حد مش باترون, ديال حد. باترون ديال راسك مشروع واخا هو مشروع ديال مالي ولكن درتي بلاصتك وكتعرف تدبر الحياه ديالك العمليه <applause> والشهر اللي كتخدم فيه مزيان كتخلص فيه مزيان الشهر اللي نقل المهم كتحكم في الصالير ديالك بالنسبه للشهر كما قلت لك شحال ما الا خرجت نخدم بغيت نخدم خرجت قلبت على تلاميذ مثلا ديال المراجعه تبدا الدراسه على دروس التقويه والدعم راه غنتخلص عليهم ما خدمتش راه الشهر ديالي طالع ولكن واحد الشهر لما كان كانش عيان وما خدامش ما تخلص آه التلاميذ هذوك اللي جبت بالنسبه للمؤسسه خدامي شهريا كنتخلص عليهم في العطله ما تخلصش يعني الشهرين ديال العطله كنخدها في حالي في فحال في التلاميذ يعني تمر العطله ديالي كنمشي نتسارى نمشي آه. فين ما بغيتش حيت عندنا واحد العقليه حنا مثلا في الوظيفه ديال ديك قليل ومداوم في الوظيفه واخا تشد العطله ما راك مخلص واخا شويه المهم راه كاين ولكن الا كانت اديك العطله ما تاخذهاش الا قلتي خدمتي عام كامل يلا تاخذ واحد 15 يوم في العام آه. اما هذيك انا كندير عطله لراسي عطله لراسي يعني وكتكون ديجا انت موفر يعني كنت, 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 و... يعني كنت عطله مناسبات نخرج نمشي يعني ما عنديش مشكل كاع يعني م -م. ما عنديش واحد الالتزام خصني ندخل لا خصني تسنى حتى عاد ما تخدمش لا انا ما كنخدمش الجمعه السبت ما نخدمش السناريو نخدم في الصباح نخدم في العشيه <applause> مشكل. انديش مشكل <applause> شيش مشكل. لا ما كاينش مشكل ما كاينش مشكل ما كاينش شي مشكل ما كاينش شي شي واحد يعني غير الهجره ديال التفكير ديال اني غنلتزم في شي خدمه آه. عموميه رفضتها بزاف يعني ما متقبلهاش الوالدين ما كيقولوش لك راه والله راه المخزن الخدمه مع المخزن راه شي حاجه الحمد لله عندنا العقليه الوالدين لا الحمد لله المخزن راه مضمون لا الحمد لله شي انت شي فين الصالير ديالي وداكشي يعني ما كاينش مشكل الحمد لله بخير ايوا الحمد لله الحمد لله شكرا لك زوين هذا الالتزام ما ملتزم شنو كان ملتزم بحوايج واحد اخرين الحمد لله نعم أه... سي مجيد انت مع الجواج الخدمه بعدا خدام خدام واه مزيان بخير في الخدمه ديالي بخير الحمد لله خدام شي وظيفه خدام دير شركه راسي ديال التنشيط تنشيط واه شنو كيفاش التنشيط تنشيط بحال تنشيط لا ماشي الفني تنشيط آه. بحال الحفلات مهرج الانيماسيون الحفلات إيه ديال البروجي ديالك البروجي ديالي هو مزيان انت ما تعرضتش عليك تخدم مثلا شي خدمه حتى هي اللي فيها 8 داك الشيء توقيت السبت واحد العطله لا, لا. لا انا أكيد. تنفضل خدمتي لراسي انا كتفضل خدمتك لراسك ديال راسك ديال راسك والجواج ما قادرش انت تلتزم في مؤسسه ديال الجواج شي بقى. مرة تصد عليك راسك لا الزواج اصلا محيدو من من بالي اصلا كاع 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 علاش المهم بغيت نستقل براسي يعني انا حور ما بغيت شي حاجه اللي تحكم فيا لا ادخل في الوقت علاش تعطلتي الهضره بزاف آه. كدا تيكونوا مشاكل بزاف هي شتي شي تجارب خايبه ديال الزواج اه شفت بزاف ديال التجارب شي حاجه علاش في الزواج آه, و... اه عندي صحابي في نفس الدومين وفي دومين اخر عندهم نفس المشاكل مثلا شنو عندهم المشاكل تيتعطلوا ما كيدخلوش تي تيغبروا على الدار إيه؟ ما تيدخلوش في الوقت يعني كاين شحال من واحد يتطلق مش شحال من واحد دابز مع مرته إيه ولكن كتعطلوا نتوما راكم خدامين انا خدمتي عاوتاني راكم, عش... راكم تتنشطوا ناس وحدين اخرين كتعاوتاني يعني انا خدمتي آه. ما محدوداش في واحد البلاصه آه. يعني تنسافر يعني كان كنسافر تنغبر على الدار شهر شهرين الا جيت نشوفهم يومين ثلاث ايام وكنمشي بحالي مم. يعني, ما... يعني الا كانت مراه في الدار ووليدات وكذا يمكن ممكن هادشي الحياه كلها تبدل عندك ما تنظنش يعني غيكون شويه المشاكل وغادي يكونوا انا بغيت نتجنب هادشي كامل الله ما تجوش تاخد موقف انك مجوش. ما تجوش أيوة. ما تجوش لا ايوا ما كاينه حتى شي بنت الناس اللي غادي اه، تعرف طبيعه العمل ديالك تفهم طبيعه العمل ديالك اه، ماشي يعني ماشي الناس كلهم اللي كيخدموا بالليل راه ما يمكنش يتجوجوا ولا اللي كيسافروا ما يمكن لهمش يتجوجوا زعما واش لا تفكر. ماشي ما انا ما انا ما قلتش يعني ما غاديش نتجوج بصفه ي... نهائيه واه قلتي جا... واحد كاع كاع لا جا.. جا... وي ماشي كاع غير مؤقتا غير مؤقتا غير كمرحله ماشي من هنا قدام الله وعلم ايه؟ المهم انا من هنا نشوف ال... شنو كاين المهم <applause> انا باغي نستقل براسي خدمتي عجباني المهم حوم في راسي ندخل وقتاش ما بغيت الحريه تت... عندك الحريه الحريه و... الزواج و... <مسكت> ي... كتعتبروا انت كي, كي يقيد شويه صعيب شويه اه صعيب اه بنقص منه ياك المهم من لا قدام الله ولا تقدر تغير الفكره اها <مم> والله <applause> <applause> علم بحال واخا مزال نشوفوا من قدام شنو غادي يوقع شكرا لك سي حميد انت فنان تبارك الله عليك ممثل أه ولكن ما قدرتيش تلتزم بشي عمل مثلا في شي وظيفه في شي شركه في شي مؤسسه باش باش تبقى انت متفرغ للفن ديالك دابا استاذه هذا بالنسبه لي في بال الانطلاقه ديال بالنسبه لي الميدان الفني والمسرح من كان العمر ديالي 14 عام إيه؟ تما موهبه من عند الرواد الناس القدام اللي اللي مات مات الله يرحمه اللي كاين باقي من الرواد مم. اللي علموا آه شنو كأستاذة نقول لك شي رواد حاليا منهم واحد الاستاذ يقول لي شوقي علي اللي, علم واحد الرواد الان اللي في الساحه الفنيه مزيد. اللي كيصوروا كي ويجولوا مزيان وهذا دابا المسكين هذا هو كيعاني انطلقت من عنده آه كان في واحد في واحد الوقت كان ميدان مزدهر يعني كانت العمل انت فين كنت يا في آه. الدار البيضاء في الرباط لا كنت في في الدار البيضاء في الدار البيضاء ولكن الرواد اللي اللي تلمت عليهم مه. منهم الكغاط الله يرحمه إيه؟ وكان منهم آه شوقي علي راه معروف في عمل المسيك كان آه إيه؟ قيدوم ديال المسرح يعني كان مع حوري الحوسين مع واحد المجموعه ديال الرواد مه. وحاليا هذ الرواد اللي كاينين عندهم اسماء بارزه دازو تحت يد ال رجل المسرح سميتو شوقي علي. اي مزيان. انا اليد ديالي خدت من عنده تجربه يعني م... يعني ماشي تجربه مهمه. آه شارك في مهرجانات وطنيه محليه ساهمنا يي. فابور يعني ديك الشوكه تركبات. اي بصح. كان كان الميدان الفني شغنقول لك كتمشي لشي شركه ولا شي دو شي كاسي كتخدم في البلاصه كيعيطوا عليك. من تما خلاك ما <متما> تنسى نهائيا انك توظف تخدم شي مشاركه صافي التزمتي غير بالمجال الفني ديالك يعني تعرضوا عليا باش نخدم مثلا في الشركه ولا <متما> في الوظيفه ولكن كان الميدان المثال لقيت فيه الراحه ديالي قلت لا داعي نتوظف ونتبع الميدان الفني حيت لا ربطتهم بجوج ما غنستافد لا من هوك لا من هوك ما تقدرش عليهم بجوج ما تقدرش عليهم خصوصا نتوما الفنانين الممثلين كتكون جوله مسرحيه مثلا في المغرب كله كي كيغدير فيها و... وكي... را يمكنش راه كي... ما يمكنش لك استاذه ما انت راه ما ديري معروف قال لك راني يمكنش باش تاخذ مثلا نقول لك انا, م... أنا, أنا مخرج انا مؤلف م. انا سيناريو قال لك من اراد ان ينال كل شيء فل... فلن ينال اي شيء وتكون يعني. موظف مثلا مع الدوله يمكنش 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 حيت انا انايا حسيت راسي عندي موهبه يعني ماشي متطفل على الميدان يعني عندي موهبه <applause> وسقلت وبحثت ودرست والحمد لله كشرت في عده اعمال سينمائيه تلفزيونيه <applause> مغربيه اجنبيه ما كنشوفوكش بزاف سبحان الله علاش المشكله اللي كاينه هي سامح سمح الله المخرجين <applause> آه حيت الفن الحقيقي هو اللي كيعاني هذا الفنان اللي ما كانش هذا هو هذا هو الفكره بغيت نقول لك يعني كاينه موهبه تبارك الله كاينه امكانيات فنيه وكذا ولكن ما كانش فرصه واش الغياب الفرصه ما خلاكش تمشي تقلب بحال بزاف الفنانين كنلقاو موظفين مثلا في وزاره الثقافه في وزاره الداخليه في كذا في كذا لان تقول لك المجال ما تيوكلش طرف الخبز لا استاذ يعني علاش ما خدمتيش والفن وقت ما جا ماشي مشكل انا ما ديت مجد ما عرفتيش الوقت ما عرفتش الوقت بيننا يعني الدور يعني في ذلك الوقت كنت دخلت مثلا الجامعة نقدر مثلا أنا كفنان غنى يعطوني واحد المهمة ديال التنشيط ولا ناخذ رخصة عندك الصالح يتمثل إيه؟ كما حاليا دابا بزاف الناس آه آه في واحد الوقت كان المعهد العالي كتتوظف وما تخرج كيصيفطوك مثلا للجامعة ولا شي عذاب ما بقاش دابا اي يعني دابا في ذلك الوقت تزوجت كو كولت أسرة درت أربعة ديال الوليدات نعم يعني تبارك الله الله يخلي لك ما ترجعي في حياتك الحمد لله بكل صراحة آه الايامات الاخر الميدان تغير الارضيه الارضيه ديالو ولات ولات صعيبه رجعت لواحد واحد 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 شنو نقول لك استاذ كان واحد الاستاذ قال لي الارضيه ننطلق في, في المسرح قال لي الارضيه عامره بالشوك وبالعقارب يعني لما صبرتيش راه ما تستمرش هذا صبرتي وضحيتي وباش تستمر وباقي الان كنستمر وبقي باقي وبقي وبقي الان كنستمر واللي ولي كيبقاو في الاستاذ غير هو تيبقى واحد تيكونسونطرا على واحد الحاجه بزاف كيعطي مثلا كت في الفن ولا مثلا في شي مشروع وكتنسى جوانب واحده اخرى كتلتزم في واحد الجهه وكت مثلا الخدمه ديالك انسان عاوتاني باش يدور الحركه باش يكبر الوليدات باش كذا هذا جانب مهم في الحياه كان عندي داخليا يعني كنت الولاد ديالي بدون مجال عندي واحد المراه بكل هي صابره عليا كتكتب صابره قول مسكين زي علاش كتبكي في السد صبرك تبارك الله عليك فنان وكبرتي الولاد والمراه صابره وفي فك مش... الولاد اه الولاد لانك حتى آه... تبكي <تشفر التصبرك> يمكن يكون مريض معاهم اها يخرج تلدا بعد خرج كيبقى هو وقت الوقت كله عطيتيه للفن والمسرح ولا الهد. محتاجين ما كاينش اللي توقع لي ورجع لها السي حميد خليك ترتاح ارتاح بعد نكملو نكملوا القصه ارتاح ارتاحوا من بعد نكملوا <applause> أه سي عادي العباد مؤثر بزاف لانه الانسان كتشوفه كتشوفو كي كيعطي بزاف واحد الجهه وكيقصر في واحد الجهه في واحد جهة وبالتالي كاين شويه شعور الانسان بالذنب انا بغيت نرجع معاك للفكره ديال ديال هشام الانسان يبغي يعيش حر ما بغاش يلتزم ما باش هو يخدم من 9 ل 4 زعما القمه ديال الواحد الانسان اللي مصالح مع راسو مرتاح تيقلب على اللي تريحو ولو ما تريحش الاخرين زعما واش واش هذا ضد الالتزام ولا خصنا مثلا نلتزموا حيت والدينا قالوا لنا خصكم تلتزموا كذا ولا انا بغيت نكون حر ما بغيتش نخدم هذه الحاجه نهضروا على الحريه والالتزام مزيان بالنسبه للحاله ديال السي هشام وتحيه انا كنقول تحيه للسي هشام علاش لانه كسر واحد العرف مجتمعي حنا واحد العرف مجتمعي عندنا الانسان خصو يكون ملتزم في واحد الوظيفه معينه وكما قلتي قليل ومداوم ولا كثير ومقطع وهذا هو اللي ربنا حتى ملي كنكونوا حنا كنقراو في المدرسه ديالنا كيعلمونا اننا خصنا نتخرجوا ونخدموا مع المخزن ليس ماشي اننا نمشيو نديروا مشروع مشروع ديالنا ربما ما كيعلموناش كيفاش نديروا مشروع هذه تحيه ليه ودعوه للشباب كلهم هذا ماشي ماشي الا التزام هذا واحد الانسان اللي بغى انه يبني حياته وفق شنو بغى هو ولكن ضمنيا راه ملتزم ضمنيا راه كاين التزام <applause> يعني ملي كنقولوا واش السي هشام ممكن انه يجلس لمدة ديال شهر ما يخدمش راه ما يمكن ليش لابد انه عنده يعني التزام معين تجاه المؤسسه اللي كيشتغل فيها وبالتالي هو غنقولوا النصف التزام هنا انه عنده واحد الجانب ديال الحريه ماشي فعلا هو هضر على الركانه، دخل... هضر على الراحه، هضر على الحريه، بزاف المفاهيم كاينه في التجربه هنا اهنا... نرجع نعطي مثال ملي كنشريو حنا واحد الحاسوب ولا واحد لورديناتور جديد كنشريوه كيكون ما فيه حتى شي برنامج وعاد كنبداو انستاليو فيه بزاف ديال البرامج صح انستاليو كاع البرامج اللي كيعرفوهم الناس الالتزام حتى هو راه برنامج كيتانستالا فينا مم. الحريه حتى هي برنامج كيتانستالا فينا شكون كيانستالي هذا الشيء كينصطاليه الوالدين هو قال لك الوالد ديالو راه خدا إنه انصطالا فيه شي حوايج ما بغاش هو داكشي الحياه اللي كان كي كيعيشها باه وبغى يدير واحد الحياه ديالو وبالتالي هو كيشوف بان الحياه خصو يخرج من داك الروتين اليومي وكاين هنا جوج الانواع ديال الناس كاين الناس اللي كيعيشوا كي في الزمن ونعطيك مثال كاين الناس دابا اللي كتلقاه جالس وكتقولوا يلا نمشي وكيقول لك واغي بلاتي راه مازال الحال وكاين اللي كيكون عنده الوقت مضبوط هادو ناس عندهم هادو عندهم برنامج ديال الالتزام هادو عندهم برنامج ديال ان الوقت ما عنده السوق اللي جابتها اليوم كياكلها اليوم وكاين اللي كيبقى يفكر في غدا وبالتالي عمليه الالتزام هي كتجي عبر السيروره التربويه اللي كنخضعوا لها هو الان شاف مثال ديال الوالد ديالو وبالتالي بغى يتحرر ما عجبتوش الحياه فاش عايش الوالد ديالو بغى هو يعيش حياة ديالو كما قلتي ديال القناه ديال انه حر يعيش بشكل اللي بغاه هو وهي انا غنعاود نقولها خرج من واحد العرف مجتمعي اللي منتشر عندنا وكنظن ان الاوان ان خصو يتهرس علاش <applause> لان الا شفتوا الناس الان عبر العالم وحتى الناس اللي ناجحين بشكل كبير راه الناس اللي كيديروا واحد النوع ديال المخاطره نعم اكيد الناس كيخاطروا كي بغيتي تربح بزاف راه خصك تخاطر نعم بغيتي انك توصل لواحد المستوى معين ديال النجاح راه خصك دير نوع المخاطره نعم. اما الناس العاديين راه كيبقاو دائما في هذاك الالتزام نعم. تحت واحد العتبه معينه نعم شكرا لك سي عادل عبادي لحظات مشاهدينا ناخذوا فاصل اعلاني ونرجع نكملوا قصه الناس هشام نكملوا القصه ديالك مع الكانا والراحه وبشويه عليك وتختار داكشي اللي بغيتي التجربه ديال باك ما تعاودهاش شنو آه شنو شنو يضاف لك هذا النوع ديال التحرر من الالتزامات العائليه ودوك القناعات اللي كتكون حنا مربين عليها شنو يضاف لك في حياتك وفي شخصيتك بالعكس كنشوف ان عندي احلام نقدر نحققها ماشي احلام الا كنت ملتزم ما تكون احلام ديالي محدوده <applause> نقدر دابا كنفكر اني ندير البروجي ديالي ولي الحمد لله في طور التحقيق إيه. يعني ديالي يعني ما عنديش مشكل يعني كنبدا نحلم نقدر نفكر في واحد الحاجه نديرها يعني ما عنديش مشكل يعني كنلقى الناس كيقول لك لا الوظيفه العموميه فيها التقاعد فيها يعني ما عنديش انا مشكل دابا الحمد لله كنخلص لا سينيسيس ديالي إيه؟ يعني بشويه وعنعطي لا ميتي ديالي ما عنديش مشكل انا في الحياه حيت التقاعد شكون كون درنا التقاعد كاع شكون اللي قال لنا نهار 60 عام خصنا نتقاعدوا سينا من الحياه كتبدا يعني وما تيحكوا لنا المشكل اللي كيشوفوا كل الناس يعني كيشوفوا كل الناس هذه المشكل هذه هذو القناعات اللي كنكبروا عليها عندي اصدقاء قراو معايا يعني كنشوفهم دابا توظفوا شنو حتى ما كيتوظف ما كيختارش حتى فين بغى يخدم ليش اللي شدات كيولي اجباري عليه يمشي لواحد البلاصه معينه الحمد لله لا انا نختار انا بغيت نخدم نختار انا نبقى قريب للدار ومنين جات القوه وهذا فنين يعني يمكن لحقاش عاوتاني يمكن لحقاش كنت العمل الجمعوي خلاني اني هكذا يعني كنت ممارس العمل الجمعوي مزيان خلاني بزاف يعني حتى الوظيفه لك كتخليني حتى نمارس العمل الجمعوي كنكمل الدراسه ديالي مزيان يعني كتخليني نمشي نقدر نمشي حتى للكليه نجيب الدروس ديالي نجي ما عنديش مشكل يعني يمكن حتى العمل الجمعوي يلعب دور وقرانك الشباب بحالك مثلا خدامين في شي اداره ولا <applause> حنا دا ماشي دابا تنقولوا على الناس الاداره راه <applause> قالوا كرام ساكن تيديروا واجبات و لنا خدمات الله يجازيهم بالف خير <applause> ولكن كاين الناس اللي ما يقدرش يجلسوا في البيرو ما يمكنش ما يمكنش دوز 40 عام في عمرك من مورا البيرو ما تشوف لا الشمس ما تشوف لا لا ظهور لا عصر ما تخرج بحال الناس ما تدخل بحال الناس رأ... انا رأي كنت موظفه أنا عارفه هذا رأى راه المرض راه ما يمكنش انسان اللي مربي وما يكون بواحد بواحد الطريقه صعيبه عليه يلبس في, في البيرو ومي... انت انت تحررتي وي فهمتك يعني انت قلتي كانت عندك تجربه كنت موظفه عندي تجربه انت انا بحالك يعني يعني انا وغادرت يعني في العموميه يعني بحال هكاك يعني انا كيما قلتي عندي اصدقاء ديالي يعني تنشوفهم دابا تما في المناسبات ما كيقدروش يجيو لدارهم يعني ما كيقدرش يجي للدار آه. يعني شنو غي س... داك شويه ديال الصالير غيصيفط للدار خصو باش يكمل شويه الصالير يا راه ماشي صالير ماشي صالير شويه هاد شوي الصالير و... شويه هاد بخد... الوقت شويه هاد داك الصالير كيبقى محدود عنده آه. يعني واش غيصيفط للدار ولا غيجي هو ولا غيجيب معاه غي 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 يعني صعيبه يعني, يعني راك عارف حنا المجتمع ديالنا خاص تجي دي وتجيب معاك الله يرحم اللي جا وجاب ضروري خاص تجي وتجي معاك يعني اللهم تبقى حدا داركم انت تختار يعني تكون احلام تحققها لراسك علاش تكون احلام ديالي محدوده مم. يعني الا كنتي موظف صعيب عليك باش دير مشروع ديالك وتقابلو يعني الحمد لله يعني انا عندي كما قلت انا كنخطط الحمد لله عندي مشروع قريب في طاوله التنفيذ مزيان الحمد لله ما عنديش مشكل يعني عاوتاني نقدر ندير شي حاجه تجيني في بالي نديرها ولكن انت داخل المشروع كما قلت لك انت 40 سنه ما يقدرش الانسان يجلس في البيرو يعني انا عارف 12 ساعه ولا 8 ساعه من ما, نقدرش. ما نقدرش نجلس في البيرو كاين اللي تيش التقاعد وتيشرف وتيمرض وتيخرج من تما انا نقدر نخدم 8 سوايع ما نقدرش اذا خصني نخدم على كانتي والاحلام ديالي نحققها ما تبقاش نبقى نضوف في نفس الدائره ديالي هذيك دي ما نقدرش عليها ما تقدرش عليها ما, ما تقدرش تلتزم بها حيت نهضروا على الالتزام لا جامي باش نقول التزامش انك تجلس 8 سوايع لا ما في واحد البلاصه خصك تحرك خصك تحرك انتما شباب ما تحركتو دابا متى غتحرك تحرك اي حاجه نحقق احلام ديالي مزيان اللي مثلا كتكون مزوج أك... ما مزوجش لا ما مازال باقي صغير ولا شنو شحال شحال في عمرك 25 سنه 26 25 باقي الحال واقيلا باقي شويه الحال قلتها باقي شويه 30 عام ولا غير مؤجل مشروع مؤجل ماشي لا ما كنفكرش فيه دابا ان شاء الله يكون الخير من القدام يكون الخير ان شاء الله شاء الله لان كتكون اولويات في الحياه كاينه اولويات كاين شي ناس كيسبقوا الجواج عاد الخدمه دازوا معايا هنا في قصه الناس تتقول لك شي واحد تيقول لك راه بغيت نتزوج باش ندير عقلي ودير عقلك عاد يمكن انا كنت كيما قلت كنت حر في حياتي نيت الخدمه ما فكرش فيها يعني داكشي كامل جا صدفه مم. كنت في قهواجه واحد 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 السيد عرض عليك الفكره عجباتك يعني حتى داكشي كلشي جا صدفه يعني كنت عايش حريتك عايش حياتي كيف ما بغيت انا الحمد لله تبارك الله يعني انا ديال الشباب اللي كيدير داكشي اللي بغا هو كيبرمج راسو على رأسه ماشي بلانيو فيك الناس ولا يبرمجو آه فيك الناس إني... حيت كيقولها واحد واحد المدرب ل... في التنميه البشريه تيقول لك لا ما درتيش البلان راس فيك عباد الله ياك استاذ عبادي لا ما درتيش بلان يوفيك الناس عندك الخطه ديالك فانت ضمن دي خطه الاخر الناس الاخرين غيبقاو هما كيديروا فيك البلانات كما قلت بالنسبه للحاله ديال السي هشام هو ذكر بزاف الكلمات ديال الاحلام ديالي وهاد الاحلام للاسف حنا في مجتمعنا كاين مجموعه ديال الناس كيقطعوا لنا هذيك الاحلام كيبداو يديروا لنا المقص كيحيدوا لنا الاحلام ديالنا ملي كنكونوا صغار مثلا كيكون الدري كيقرا في الابتدائي اول واحد كيقطع ليه دوك الاحلام ممكن يكونوا والديه ممكن يكونوا الاساتذه اللي كيقريهم نعم مثلا, مثلاً علاش ملي كنكونوا مثلا في التحضيري ولا في الثاني كتسولوا شنو بغيتي تكون ولدك كيقول لك كيبدا يحلم عليك بيلوت طبيب ما عارف ملي كيوصل البكالوريا كيقول لك بغيت نشد غير الباك فين <applause> في <نفس> مشاو <applause> هذوك الاحلام <applause> يعني الاحلام ديالو كلها تبخرات علاش لان ولا واحد المحيط كيقطع الاحلام انا غنعاود نقولها لسي هشام تحيه لسي هشام علاش لانه بقى محافظ على الاحلام ديالو وهو كيقول كي لك انا بغى يدير مشروع ديالو هنا الالتزام غنعطيه بمنظور ايجابي كيف تحني الباب الابداع نعم. اللي كيكون عندك التزامات ما كيبقاش عندك الوقت فين تفكر فين تبدع فين تعطي شي حاجه جديده مي كان عندك الوقت انني كدير اللي بغيتي وهنا كاين واحد المثال كيقول لك كيقول لك اختار داك الشيء اللي كتبغي ما عمرك غتخدم مازال لان واحد الانسان مثلا كيدير واحد الخدمه اللي كيبغيها راه ما كيبقاش خدام كيمشي هو عاجبو الحال ومرتاح متعه وممكن يبقى متعة حتى الثلاثة الصباح والربعة الصباح هو كيخدم ما خدامش ماشي بحال داك اللي كيقول له مثلا واحد المدير ديالو ولا الرئيس ديالو في العمل كيقول له دير لي هذا البروجي كيسالي في أربعة الصباح كيمشي مع الثمانية كيلوحوا عليه كيقول له اوف تشد إذن هنا ساليت شد اذا هنا ملي كيكون الالتزام كيخليني ما نبدعش انا كنا السي هشام كاين الحمد لله ابداع وكاين كيقول لك انا عندي ان بروجي ولا عندي مشروع ديالي غنحققو يعني كاين واحد الثقه بالنفس اللي يمكن انه يحقق المشروع ديالو نعم. وهذه دعوه للشباب نعم. نعم. المغربي نعم. كله نموذج, نموذج. نعم. انا كنشوفو نموذج نعم. والشباب يمشيو بنفس بالنفس. نعم. شكرا لك السي عادل بارك الله فيك آه مجد ياك مجد نكملو معك آه القضيه ديال الزواج شنو هي الصوره اللي عندك على الزواج مجد الزواج فيه مشاكل اه التزام لا ماشي شي قضيه الالتزام في مشاكل بزاف تيوقعوا بزاف انا ما خصنيش دوك المشاكل ما خصنيش نطيح فيهم خصني نتجنب داك الشي كامل فايت مجوج باش عرفتي المشاكل ولا غير عاودوا لك لا دراري صحابي مجوجين انا دري صاحبي م... يلاه تزوج تقريبا شهر طلق بسبب المشاكل اي ولكن هذاك صاحبك وهذيك مرت صاحبك وهذيك ظروف صاحبك وحياه صاحبك علاش درتي لها الاسقاط على حياتك انت تتشابهوش انتوما ماشي توام صحاب اي زعما علاش سقطتي تجربه الاخرين عليك انت لا التخوف ديالي انا التخوف. ما آه. 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 ما نقدرش انا نلتزم بواحد الحاجه انا ما متخوف منها بزاف داكشي علاش انيليت الزواج وبغيت نستقل بحياتي مم. نزيد نكمل المشروع ديالي ونزيد للقدام نسيو اللي باغي وفي الخدمه ديالك مثلا في الانيماسيون في لي سواري يعني انت من الناس اللي ملتزمين بالوقت ملتزمين بال... يعني البروجي ديالك خدام فيه مزيان عاطي فيه كلشي خدام فيه مزيان عاطي فيه داكشي كاملة 100% آه. انت في البروجي ديالك 100% الا الزواج لا الزواج لا نعم نسولو السي آه عادل العبادي التزم في خدمتي ما, التن... ما التزمش في المؤسسه ديال الزواج واحد النوع ديال الفوبيا من من الزواج شنو نقولوا هنا انه كما من خلال الحوار ديالك مع سي ماجد انه كيبان له الزواج عنده واحد الصوره معينه هنا كاين واحد المثال كان كي, كي يعني كنضربوه جابوا واحد الفيل وجابوا واحد ربعه ديال الناس ما كيشوفوش وكل واحد حطوه في قنت واحد شد في الخرطوم ديالو واحد شد في رجليه واحد وسولوهم قالوا لهم شنو هو الفيل واحد قال لهم شي حاجه رطبه واحد قال لهم رجل او ولا شي حاجه قاصحه وبالتالي كاين الاختلاف ديال النظرة الزواج، هو دابا الزواج على نظرة صحابه، كما لي واش فايت لك تزوجتي؟ لا، عنده النوع ديال الخوف، هنا كنقولوا الخوف ما كيمنعناش أننا غير ما من نتزوجوش، كيمنعنا أننا ما نعيشوش، وبالتالي ملي كنقول مجد ماجيد هو إنسان عنده حاجة اجتماعية، راه باش يكون عندك مرأة، راه هذه حاجة اجتماعية، ما يمكنش شي واحد راجل يعيش بلا مرأة ولا المرأة تعيش بلا راجل لابد أن يكون عنده مرأة اللي غادي يكمل هو الحياة أكيد وحتى كنشوفوا الفرق ما بين الراجل والمرأة كاين فرق كبير المرأة حسب الدراسات كتفكر بالجانب الأيمن ديال ديال المخ ديالها والراجل بالجانب الأيسر ملي جوزو كيولي عندنا مخ واحد تكامل. عاد كاملو مثلا المرأة كتهتم بالتفاصيل وأدق الأمور الراجل عنده العموميات مم. وبالتالي هو غتبقى حياته مرتبطه بالفكر الرجولي وبزاف ديال الفرص غتمشي له علاش لان ما كيناش معاه امراه اللي شاد هويه اللي شاد هويه اليدين وغاديين بجوج يعني في فتره سابقه ممكن نكون كنعيش لان مازال ما وصلتش ذاك الاستقرار ديالي في العمل الاستقرار ديالي الاجتماعي لكن في واحد الفتره كيولي الزواج ماشي واجب ديني وانما هو واجب اجتماعي لان خصني نكمل الحياه والا انا كتكون حياتي ما فيهاش نوع من التوازن مه. داكشي علاش الان خصو يحاول يشوف صوره اخرى للزواج يقلب على نماذج اخرى ديال الناس اللي هما مزوجين والحمد مه. لله مستقرين وعندهم نعم. وليدات وعايشين مزيان باش تبدل طريقه الرؤيه للزواج وما دام هو ملتزم في مجال العمل ف الزواج كذلك ممكن ان نلتزم فيه يعني ممكن نلتزموا في اكثر من مجال ممكن. حياتنا الزوجيه في حياتنا, طبيعة طبيعة في حياتنا العمليه في علاقتنا مع ماشي جهه كتغلب غير جيها. ما مثلا بالنسبه مثلا فوقاش ما يمكنش نلتزموا في جوج الامور ما مثلا نلتزم في ثلاثه ديال ثلاثه ديال ليميتي او ثلاثه ديال الخدمات هنا مثلا كنخدم هذه الخدمه ا آه وخدمه بي وخدمه سي هنا كيصعب عليا انني نلتزم وما كنحققش نتائج لان كيولي عندي بزاف الاهداف مشتت مشتت أه. هنا فوقاش كيولي الزواج التزام صعيب ملي كيوليو عندي جوج عيالات وثلاثه هنا كيولي التزام صعيب اما ملي كتكون وحده فانا راه غنكون بطبيعه الحال ملتزم ملي كيكون الإلتزام مثلا في العمليه التربويه كيكون واحد عنده عشرة د الاولاد ماشي بحال واحد عنده جوج مه. يعني عشرة كيقول لك الناس ديال بكري كانوا عندهم عشرة د الاولاد كانوا عندهم عشرة د الاولاد لان كان الحي كيربي كانوا نعم. الجيران كان الان كتلقى الانسان هو اللي كيربي وكيربيو معاه عناصر اخرى كاين الصحاب كما قلتي كاين وسائل اخرى اللي كتشتغل في العمليه التربويه سمان. وهنا يصعب انني نلتزم في واحد الجهه معينه شكرا لك سي عادل العبادي كمل معك السي حميد الان كيفاش كتعيش ما خدمتيش ضيعتي بزاف تاع الفرص في حياتك المهنيه ولكن جاتني واحد الفرصه ثمينه ديال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يسخر لك واحد شيء شي كون فيكون في ####معلوم نعم يعني بالله... آه. حيت الله سبحانه وتعالى كيشوفك هداك المعاناة اللي كتعاني حيت الله اللي كيشوفها... والله ما كي ما كينضرش للصوره ولا كينضر للمال كينضر للقلب اش فيه ايوه صح وكيشوف المجهود اللي كنديروا الله هو اللي كي آه يعني كيشوف و تيخلص كل واحد على نيته بصح كنطلب من الله سبحانه وتعالى يوم من الايام هذه بدون مجامله وربي شاهد عليك كنطلب يا يعني شي رزق باش نعطيه للولاد ما باغيش انا بغيت نعطيه للمراه والولاد باش ما يعانيوش حيت ما كيحتاجوا الدواء وما كتجيش شي مناسبه ديال شي عيد راه ماشي انك... راه ما شاء الله مم. يعني باش ما يمشيوش عند بنادم يدقوا عند شي ولكني... واحد ولكن انت سي حامد اسمح لي قطعتك انت غلبتي جهه على جهه اعطيتي حياه كلها للفن و... وطموحك للفن وخليتي مثلا ما خدمتيش ما درتيش علاش ترجع تخطيت ما درتيش شي بلان شي تخطيط زعما ديال ميد الفن انا ومراتي ووليداتي تبعت الميدان الفني حيت واحد الوقت كان مزاهر يعني كانت كتخدم يعني يعني خدام محرك آه الميدان مروجه الحركه دابا الميدان اللي كتشوي فيه دابا الارضيه كل شيء شي ولا فنان يعني انا ما باغي والو انا ما باغي والو انا باغي هذوك المراه والوليدات يعيشوا تصور عندي الدري مرض مزمن مرض مزمن عرفتي شنو كلمه مرض مزمن الدوايات الدواء الدواء كل سيمانه خاص الدواء خاصك ك# كتحتاج دوا كاينين الأسرة العائلة ديال المرا وديالي الله يجازيهم عنا خيراً هما اللي كتمشي عندو باش كيجيبوا كي الدواء ولكن السي أه. حميد شنو شنو درتي كيفاش دبرتي الوضعيه ديالك مع وليداتك مع المراه مع المرض المزمن مع حياتك الفن ما تيعطيش مع الاسف في المغرب شنو درتي دابا شنو كدير؟ املي في الله و... حيت انت تبارك الله راه ماشي عندك 100 عام راك باقي شاب 46 عام, عام ماشي كبير بعض المرات يعني خدام شويه؟ ما, ما خدامش ما عنديش شهر بعض المرات كنمشي نعاود الوالد في البيرو يعني ايه بعض المرات كنمشي نعاون الوالد في البيرو، والبيرو لا جيت ما كنبغيش نمشي ليه يعني بكثرة، حيت عندي خويا هو متزوج خدام معاه وعنده مم. وليدات، ما مم. كنبغيش نضيق عليهم. يعني ما عطاكش المجال اللي انت عطيتيه شبابك وحياتك ووقتك ما عطاكش. ما عطاكش. ولكن كاين الأمل في الله سبحانه وتعالى. معلوم. ما دام الإنسان عايش على يعني عايش عنده الأمل في الله. أكيد. وقعوا ما نكذبش لك انا دابا في هاد البرك انا مريح معكم وعبرت لكم كاع اللي في داخلي عندي الامل في الله سبحانه وتعالى يعني كنحس بانه كاين شي امل من عند الله سبحانه وتعالى. شي حاجه قريبه جايه. كاينه ما نكذبش عليك. ان شاء الله. حيت ما نكذبش حيت الانسان اللي كيخاف الله لا خوف عليهم. نعم صح. حيت الانسان ما كياديش وما كيظلمش وداخل سوق راسو وكنصور شي حاجه كندير الوليدات مثلا خدمت مثلا شي بلاطو ولا شي حاجه كندير للمراه ما نكذبش عليك كناخذ منها 50 درهم ولا 100 درهم حيت المراه امانه كتبان لك ضحات معاك صبرات معاك بعض المرات ما كت يعني المراه دابا حاليا تكون عندها شي حاجه كتنسى راسها وتعطي البنات الاولاد البنات كبروا البنات عندها 18 عام 17 عام 10 سنين 12, 12 عام مم. مم. وما نكذبش لك هذاك الشيء الشيء هاد الظروف والله بعض المرات ما لك او الساده كنت كنت المراه ما كتلحق شي عيد إيه ولا شي مولات ما كتزير كت هي كتزير كتخاف بدونه كنقول لها ربي غيفرجها كنقول لها ربي غيفرجها ربي كيفرجها معلوم والله العظيم استاذ ربي في الرجاء معلوم اللي شي... ش... شي... لك, لك... على راسنا ما ربي سبحانه وتعالى من مرة ما نكذبش عليك مم. ما كتلقى خيبنات... البنات... البنات كبروا <applause> اللبس مساكن الله يرضي عليهم كده يعني آه ما نكذبش عليك يعني الدراري تيكبروا تتقدر الطلبات ديالهم والله يعاونك على وليداتك كنتمناو هذا الامل اللي هضرتي عليه يا ربي إيه زعما يبان في الافق ديالك قريبا ان شاء الله و... والساده ما نقول لكم مع احتراماتي لك والله العظيم هذا البرنامج كان عندي امنيه باش ندوز فيه باش نعبر فيه علاش حيت اي حاجه بالسبب نقول لك الصراحه والامنيه دابا ربي يفرج الله يحقق لك ما اكثر من هذه الامنيه علينا وعلى امك محمد الله, الله يجيب الفرج من الله سبحانه وتعالى وتفرح وتوصل وت... الوليدات توصل داك الشيء اللي قبلك انت ووليداتك وتستحق كل خير يا ربي تستحق كل خير شكرا لك شكرا استاذه مرحبا الله ومازال مازال نصنفوك مره واحده اخرى باش نشوفوا شنو وقع في الحياه ديالك شكرا استاذه الله يجازيك على الخير شنو استاذ على أه التزامنا في واحد الحاجه وعاد تفريطنا في حاجه اخرى ممكن يعطينا ينعكس علينا سلبا مع نعم. توالي الايام بالنسبه للسي حميد هو في البدايه ديال الحياه دياله مشى في المجال الفني و و وعطاه كل وقته وقال بان المجال الفني كان مزدهر دابا ما بقاش بقاش مزدهر وبالتالي ما ولاتش عنده حرفه غير اللي نقول للسي حميد هو ان السي حميد الان أه كيتحدث على ان الله سبحانه وتعالى هو اللي كي يعني كن فيكون لكن الله سبحانه وتعالى كي يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبالتالي لابدا حنا نديروا الخطوه حتى ملي كنمشيو عند سيدنا عمر بن الخطاب طيب. كيقول كي لك ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه اذا لابدا اننا نخرجوا انت ملي كتكلم كلامك كله كنتي كتقول فيه الوليدات مساكن الوليدات مساكن راه أنت الراعي ديالهم، أنت اللي مسؤول عليهم، وبالتالي هي غتفرج عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عندك واحد الدور كبير أنك تشتغل كما قلت، لأنه هذا دابا 46 سنة راك ماشي إنسان اللي كبير، ممكن عندك الحمد لله توقف دابا توقف واحد الوقفة وتقول أنا اليوم التجربة ديالي اللي دوزت شنو عندي فيها؟ فين وصلت أنا اليوم؟ وشنو يمكن ندير؟ يعني عندك بزاف ديال الحوايج حتى من الطريقه ديال الكلام اللي كنتي كتكلم تبارك الله عليك يعني كنتي كتكلم الكلام كيفاش كتنقص الصوت كيفاش كتزيد الصوت عندك واحد أمت الملكه ممتين موهبه كبيره <applause> عندك واحد الملكه تبارك الله اللي يمكن تستافد منها غير خصنا نمشيو نطرقوا نطرقوا شويه البيبان ونقلبوا على فرص اخرى نعم لابد ماشي نتسناهم وتا يعيطوا ليا ونجي نخدم ب 50 درهم ولا نخدم 100 درهم كاينين الناس اللي هما اقل موهبه وقلتيها اليوم مجموعه ديال الناس كلهم كيقولوا كي راه حنا فنانه هما اقل موهبه ولكن وصلوا لواحد المستويات علاش؟ لانهم عندهم واحد النوع ديال الالتزام عندهم نوع ديال الالتزام وكيشتغلوا على تطوير المستويات ديالهم شحال ديال الناس عندهم الصوت مزيان ولكن ما اشتغلوش عليه وقفوا وشحال ديال الناس عندهم الصوت شي شويه ولكن اشتغلوا حقوا مستويات معينه وبالتالي غنقول لك الحياه مازال باقيه قدامك وليداتك كيتسناوك راه كتسنى الامل في الله سبحانه وتعالى غادي يجي ولكن السي حميد يخرج من ديك الدائرة ويدير الخطوة الأولى وإن شاء الله شكرا يكون لك السي عادل ننتقلوا مشاهدينا نستقبلوا إبراهيم ما قدرش يلتزم في واحد الخدمة ناخذوه بعد الفاصلة سي إبراهيم مرحبا بك مرحبا إبراهيم أنت ما بغيتيش تخدم واحد الخدمة مع الدولة وكذا ما قدرتيش على الالتزام بحال غادي حريتك غتمشي لك علاش؟ يعني انا كنفضل نكمل القرايه ديالي يعني بغيت شي مستقبل احسن من ديك الخدمه اللي جاتني. جاتك فرصه العمل ولكن ديك الفرصه العمل صعيبه عليك مي. من حيتاش؟ يعني بغيت شي خدمه يعني ديك الخدمه ما عجبتنيش صافي شويه الميدان دل... العسكري المي شويه اه عسكري كنت العسكر آه. للعسكر استاج آه وداك الشيء صعيب شويه بغيت يعني شي خدمه عاودوا لك عليه ولا كيفاش؟ وي على حساب ما كنسمعوا من الدراري اللي مشاو هذا. اها <سؤال> يعني شوية صعيب يعني شوية صعيب ما كاينش تخرشيش تولفتي شوية ديال آه. شوية عليك ليفيرو <applause> اه يعني فضلت أني نكمل القراية ديالي نتمنى يعني يكون شي مستقبل حسن من ديك الخدمة اللي اها اللي وكتشوف وكت... يعني في الافاق ديالك ابراهيم الا خدمتي مثلا تخدم في الوظيفه العموميه ولا تخدم شي بروجي لراسك ولا آه... يعني وظيفه زعما انت من الناس اللي ممكن تجلس في البيرو وتخدم ثمانيه سا... ديال السوايع ولا انت من الناس اللي تيتحركوا ولا شنو بالضبط؟ وي بحال يعني شي وظيفه عموميه يعني غير ما تكونش فهمتي الميدان العسكري شويه مم. شويه مزيان لا ما. من غير العسكر دابا العسكر آه. انت ما مشيتيش ليه آه. من غير العسكر مثلا شنو الخدمه اللي كتشوف راسك انك ممكن تلتزم بها وتعطي فيها وتنجح فيها وتمشي بعيد يعني كنت بغيت انا نكمل قرايتي من بعد يكون خير آه ما 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 حدش ما عندك شي حاجه كتبلاني عليها وي يعني بغيت نحقق شي <applause> ما عندك شي حاجه بغيت توصلها شي هدف زعما تبارك الله نتوما الشباب كتكونوا دابا عارفين شنو باغيين الوقت ماشي بحالنا حنا كنا اللي جاتي هذيك نتوما دابا تبلاني وكتقرا وسائل ديال التكنولوجيا عندكم تشوفوا العالم شنو فيه زعما الافاق مفتوحه اكثر منا حنايا الجيل ديالنا حنا يعني بغيت نكمل لا ليسونس وان شاء الله ماستر ان شاء الله مزيان يعني نكون محامي ولا <applause> اه مزيان مزيان والله يوفقك امين الله يسهل عليك امين هذا ما كان شكرا لك ابراهيم التجربه ديال الشباب اللي حنا جبنا العسكر كنموذج ما قدرش لانه تيسمع استاج والتزامات والسرابس وتحيه العسكر ديالنا في الحقيقه لأنهم من المناضلين حنا راه مرتاحين مع راسنا ولكن هما راه كيضربوا تماره في الحدود ديال اللي مدوزين سرابس والاستاجات وكذا ولكن الشباب ديالنا ما قادرش على الخدمه اللي فيها يعني السراب سو وكذا وكذا وبالتالي خصو يبقاو حرين واش هذا عنده علاقه بالتربيه ديالنا الفشوش ديالنا من الاول ولا كيفاش دابا ملي كنجيو مثلا نشوفوا تقريبا جيل ديال 90 ونجروا نجروا لهنا حتى الالتزامات ديالهم مثلا ملي كتمشي حتى المؤسسات التعليميه الالتزامات ديالهم بالحصص الدراسيه ما بقاتش بحال الناس اللي كانوا م. قبل كتلقى الغياب بواحد بواحد الشكل كبير لأنك كتمشي مثلا بعض الاحيان كنمشيو نديروا دراسات كنشوف مثلا الناس ديال المؤسسة التعليميه سواء المديرين ولا الاداريين كيقول لك اودي راه التلميذ ما بقاش هذاك اللي كان شحال هادي ولا شحال اللي كان التلميذ خصو يكون ثمانيه دابا ممكن ينعس حتى العشره ويجي يقول له مالك داني النعاس يعني عمليه الالتزام مشات علاش لان الاباء ولاو داروا الادوار ديال وليداتهم الاباء ولاو لا ولدي ما يعرفش لا بنتي ما تعرفش وبالتالي تحمل المسؤوليه منذ البدايه ما كايناش حتى في الدار مثلا كان لقى الوليد عنده مثلا 12 عام 13 عام كينوض يخلي فراشو مرمي حوايجو يبدلوهم يرميهم في الارض اذا ما يمكنلوش يدير العسكر هذه راه مسؤوليه العسكر شنو فيه العسكر فيه التزام معين لان الى مشينا غير المخيمات الصيفيه راه كيكون فيها واحد النوع ديال الالتزام الكشفيه مثلا نعم آه. دابا ملي كيجيو الناس مثلا من المخيم وليد عنده 12 عام كيجي كي النهار الاول فاش كيجي كي من المخيم كيطلقاه بدا يطوي المنطا ديالو بدا كيقاد حوايج كتقول كي له مو لا لا وليدي غير خليهم رانا غنقادهم اذا كتعاود تردوا الالتزام وبالتالي ملي كيلقى المحيط كله كيساهم بانك انت تكون مرتاح وهذا مرتبط بالاباء لانهم كانوا شويه محرومين شحال هادي بغاو يوفروا لولادهم داكشي اللي تحرموا منه ولكن نساو بان لا بد انه يكون واحد النوع نعلموا مثلا بعض المرات كيكون الوليد عنده 18 عام ما عمره مشى ما عمره مشى للسوق يتقدى كتقول له علاش ما صيفتيش ايوا غيجيب لنا الخضره خامجه ولا غيجيب غي لنا الديسير ماشي هو هذاك راه خصو يمشي وخصو يتعلم باش يكون عنده داك النوع ديال الالتزام وبالتالي ملي كنشوفوا الحاله ديال ابراهيم الان الالتزام بواحد المجال معين راه هو عمليه عمليه ديال صيرورة راه هو تربيه جايه من القرايه وحنا غاديين حتى كنوصلوا للمستوى ديال انه يكون يكون ملتزم في الاخير راه قال انني بغيت نكون محامي العمل ديال المحاماه فيه ما فيهش التزام كلي بالبيرو ولكن فيه واحد العمل بطبيعه الحال فيه نوع من الالتزام بشكل عام ما كيناش شي خدمه ما, ما فيهاش التزام التزام كاين حنا الان في مثلا في ال في 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 الان راه التزام كاين عمل كاين اشتغال ولولا هذا الالتزام ما نكونوش فوضة. نعم كنعطيو واحد المنتوج في النهايه وبالتالي بدون التزام راه ما أن اننا نحققو هو نلتزموا في حاجة اللي تنبغيو صحيح احيانا كنلتزموا في شي حوايج اللي ما ممكن واحد يكون ملتزم كيك قارو راه هذا التزام مع القارو نعم شكرا لك استاذ عادل عبادي شكرا لكم الحضور الكريم شكرا ابراهيم شكرا لك السي حميد السي جواد السي هشام على المشاركة ديالكم شكرا لكم مشاهدينا اللي تابعتونا في هذه الحلقة ما كنقدرش على الالتزام كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصة الناس تلقاو نهار واحد آخر مع قصة واحدة أخرى باقي في الناس It's definitely out. Stay, Stay right.